وهذه المرة إلى مجلس النواب، ومنه النائب كامل الغريري. كامل الغريري يقول إن قوات حكومية في إحدى السيطرات اعتدت على حمايته الخاصة وفقأت عين أحدهم، مع العلم أن هناك رواية أخرى تقول إن من فقئت عينه وهو ابن أخي الغريري، تقول الرواية إنه وآخرون اعتدوا على شخص معين لتتدخل بعد ذلك القوات الحكومية. عندها وقعت مشادة أدت إلى فقدان الشاب عينه اليمنى واعتقال اثنين من حماية النائب كامل الغريري. هذه هي الرواية الثانية. أما فيما يتعلق بالرواية الخاصة بالنائب كامل الغريري، نترككم معه وهو يسردها عليكم بنفسه. يقبل رئيس الوزراء بهذا العمل المشين عندما تتجاوز الشرطة وتتجاوز ناس مدنيين في داخل السيطرة ومن غير الأخوان الأخرى؟ حاليا عند معذبين حاليا جاي يعذبون بهم بالسجن، جاي يعذبون بهم بالسجن، وحاليا عندي ناس اللي هم مصابين في أرجلهم وفي أيديهم من قبل التجاوز اللي حصل علينا في سيطرة السيدية. هل يقبل وقائد عمليات؟ هاي رسالة لقائد عمليات ورسالة لكل المسؤولين، والرسالة إلى الدكتور حيدر العبادي، والرسالة إلى السادة النواب. كيف يكون هذا العمل من قبل الشرطة ومن قبل ناس خارج عن القانون في السيدية أن يعملون هذا العمل؟ يعملون هذا العمل خلع العيون من قبل حمايتي؟ وحالياً خلي يطلعون على الناس في السجن، خلي يطلعون على الناس اللي هم احتقلهم، اختطفوهم حالياً، شخص ما ندري بيختطفوه، والشخص الثاني خاطفي ويعذبون به الشرطة الاتحادية من قبل مقدم تحرير عامر فوج الطوارئ في السيدية.